لله رب العالمين كانوا ممتازين جدا وكانوا على قدر المسؤولية، والحمد لله أدوا الواجب اللي عليهم. وهما كمان يعني برضو موسيماني منه كان مدرب الفرقة دي قبل كده، فحافظهم وكده وحافظ اللعيبة. اللعب كان جماعي وكان في خطة واضحة، فتح لعب على الجناحين، وكانوا بيقتحموا وسط الملعب بتاع سان داونز، وعشان كده جابوا الجون الأولاني. وكان اللعب بصراحة في الشوط الأول كان هايل جدا. الشوط الأول كان كويس جدا، كان في هجمات مرتدة كتير، الشناوي كان كويس جدا، شال أكتر من هدف، السولية كان كويس قوي، الأداء كان سريع. ربنا وفق طاهر، محمد طاهر جاب جون كويس جدا. متابعة صلاح محسن كان خطأ من حارس، بس ده اجتهاد وهو الولد مجتهد وربنا يوفقه. محمد الشناوي ليه دور كبير، عمرو السولية، ديانك، محمد شريف مش قد كده بس برضه كان كويس وكان في المود. الحمد لله ربنا يوفق وان شاء الله نرجع من هناك باللي احنا عايزينه. والله هو الماتش كان الاداء بتاعه على قد المباراه، احنا عرفنا نوصل بالمباراه للنتيجه اللي احنا محتاجينها ان احنا نفوز. نتيجه 2-0 نتيجه كويسه جدا، هتريحنا في مباراه العوده ان شاء الله، وده اللي احنا محتاجينه يعني. وبالذات كمان ان اللعيبه مجهود اللي بيبذلوه الفتره ديت في مباراه الدوري يعني كتر خيرهم ان هم قدروا يقوموا بيطلعوا بالمباراه بالشكل دوت. اداء مش احسن حاجه، كان ممكن ان هو يكون في احسن من كده، بس النتيجه مرضيه جدا كون ان هي 2-0، فان احنا هتدينا فرصه على ارضهم ان احنا لو جبنا جون هيبقى المكسب لينا احنا. كنت اتمنى ان الاداء يبقى احسن من كده، شناوي بصراحه عمل اداء كويس جدا واكتر من لعيب بصراحه كان كويس. احنا كنا نتمنى طبعا الاداء يكون افضل من كده، لكن السمه العامه كانت تبقى اعتقد الناحيه الدفاعيه اكتر، ولكن اعتمدوا على الهجمات المرتدة واستغلوا الموقف، والحمد لله كانت النتيجة يعني مطمئنة إلى حد ما. هو أول شوط كويس كانوا بيهاجموا، ثاني شوط كانوا بيدافعوا أكتر، بس الحمد لله النتيجة كويسة وإحنا مبسوطين بالنتيجة لحد دلوقتي.